بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين يا دكاترة، إن شاء الله تكون سنة دراسية سعيدة عليكم. بنرحب بيكم طبعا في سنة ثالثة، ونتمنى لكم عام دراسي سعيد، وإن شاء الله يكون عام كويس ويعدي على الجميع بخير وصحة، وتكونوا في أحسن حال بإذن الله. المنهج بتاعنا بيتكلم عن الراديولوجي، والراديولوجي منقسم على الترمين. الترم الأول بنتكلم عن راديولوجي 1، حاجات البيزكس، والترم التاني إن شاء الله هنتكلم عن راديولوجي 2، ديفرنشال دايجنوزيس والأدفانسد إيميجينج موديلز. فهنركز كلامنا في النهاردة عشان أعرفكم المنهج عبارة عن إيه والدنيا بتاعتنا ماشية إزاي. جزء الراديولوجي مش صعب، بس في نفس الوقت محتاج تركيز، محتاج ان احنا نذاكر اول باول، نلتزم بالمحاضرات اللي هتنزل لنا اونلاين، نلتزم بالسكاشن عشان اللي هيتقال هنا يعني ممكن ما يتعادش، فنركز في الاثنين عشان نكمل المعلومة ومفيش حاجة تفوتنا. ان احنا عارفين ان الوقت ضيق والموضوعات كتير، فمحتاجين تركيز شوية. المنهج بتاعنا مش صعب، بس زي ما قلت محتاج بس ان احنا نركز فيه. منهج الراديولوجي في الترم الاولاني يعني بينقسم الى حاجات. اتكلم في الاول عن الراديشن والفيزيكس وكلام اخدته قبل كده في اعدادي وثانوي، والاتومز والاتوم تتكون من ايه وانواع الراديشن. وبعد كده بندخل على جزء خاص بالاكس راي، والاكس راي دي بتطلع ازاي واستخداماتها ايه والبروبتس بتاعتها ايه. في السكاشن هنركز معاكم على الجزء الاولاني والانترودكشن والديسكفري اوف راديشن والديسكفري اوف اكس راي، وهنعيد تاني الاكس راي ماشين والبرودكشن اوف اكس راي. بعد ما نتكلم عن الاكس راي والماشين وازاي الاكس راي بتطلع، عايزين بس نفهم في الاول الاكس راي دي احنا بنستخدمها في ايه، ايه فايدتها. الاكس راي دي دايجنوستيك، بتساعدني في الدايجنوز، بتوريني الحاجات اللي انا ما اقدرش اشوفها وانا بعمل كلينيكال اكزامينيشن، ما في حاجات ما اقدرش اشوفها بعيني، فبضطر ان انا اعمل للعيان اذر انفستيجيشن، منها الراديوجرافيك اكزامينيشن اللي بستخدم فيها الاكس راي علشان بشوف البون، بشوف الانفستنج ستراكشر. ان زي ما هنعرف الاكس راي ليها بروبرتي ان هي كان بينتريت الاوبجكت وتسجل لي ايمج للاوبجكت ده، عشان كده هي بتساعدني في الدايجنوز. طيب فهنعرف ازاي الاكس راي بتطلع من الاكس راي ماشين، وهندرس في الترم ده لما الاكس راي بتطلع من المكنه انا بصور اوبجكت، فبستقبل الصوره دي على حاجه اسمها ايمج ريسبتور. هنبتدي نتعرف على انواع الايمج ريسبتورز المختلفه، طيب، وطرق التصوير المختلفه اللي بنصور بيها، سواء انا هصور اوبجكت انترا اورال ولا اوبجكت اكسترا اورال. كمان في conventional imaging، انا بحتاج اصور افلام وبحمضها، فهنبتدي نتعرف على طرق التحميض، ازاي احمض الافلام. وفي حاجات ديجيتال، فهناخد الديجيتال راديوجرافي يعني الصوره تتكون على الكمبيوتر على طول. وزي ما قلت هناخد طرق التصوير المختلفه سواء انترا اورال تكنيكس او اكسترا اورال تكنيكس، وهندرس ايه هي الايرورز اللي ممكن تطلع لي وقت التصوير او وقت التحميض، بالاضافه للاناتوميكال لاند ماركس اللي انا ممكن اشوفها في الفيلم. عشان زي ما احنا قلنا احنا بنصور اكس راي علشان نشوف اي باثولوجيكال كونديشن، فعشان احدد اي باثولوجيكال كونديشن لازم الاول ابقى عارف ايه النورمال ستراكشر اللي موجود عندي، عشان ما اشوفش حاجه نورمال واقول عليها اب نورمال. ونبتدي برضو ناخد جزء مهم جدا، زي ما هنعرف من البروبرتيز بتاعت الاكس راي ان هي بيبقى ليها بيولوجيك دامجنج افكت، فلازم اقدر اعرف ايه هي البريكوشنز اللي انا المفروض اعملها عشان احمي نفسي من الراديشن. فهناخد شابتر مهم عن البروتكشن والبيولوجيك دامجنج افكت اوف راديشن. طيب هنبدا كلامنا النهارده عن اول شابتر الراديشن فيزيكس. ايه الاوبجكتيفز، ليرنينج اوبجكتيفز اوف راديشن فيزيكس؟ باي ذا اند اوف ذيس chapter we should learn how to identify the structure of the atom and the process of ionization.
وعايزين نتعرف كمان على types of radiation والcharacteristic of electromagnetic radiation اللي هي منها الاكس راي، وهنوصف البروبرتيز اوف اكس راي جنرال بروبرتيز والسبيسيفيك بروبرتيز اللي بتفيدني في الدنتال فيلد. هنعرف كمان ايدنتيفاي اند ليبل ذا كومبوننتس بارتس اوف اكس راي ماشين، هنعرف الاكس راي ماشين بتتكون من ايه، المين كومبوننتس بتاعتها اللي هي اهم كومبوننت فيها الاكس راي تيوب والاكسسوارز اوف اكس راي ماشين، و describe in detail how the X-rays are produced. يبقى ال content of this chapter ايه هي بقى ال content بتاعت الشابتر ده؟ هنلاقي عندي فيه جزء خاص بال radiation discovery وال atomic structure وال types of radiation، وده اللي هيتغطى معظمه في السكيشن. هنبتدي نتكلم كمان عن ال X-ray وال properties بتاعتها وال X-ray machine، ايه اللي هي الاكس راي تيوب والاكسسوارز، وهنتكلم عن الاكس راي برودكشن والتايبس اوف برودوسد اكس راي. In this lecture we will talk about X-ray properties, X-ray machine component, components of X-ray machine اللي هي عبارة عن X-ray tube head اللي هو الجزء ده، بالإضافة إلى الأرم الأدجستنج أو الأرتكوليتنج أرمز دي، والكنترول بانل، بالإضافة للأكسسوارز اللي موجودة عندي اللي هي الكونز والفلتر والكوليميتر، كل ده هنتكلم عنه بالتفصيل. وآخر حاجة هنتكلم عنها الإكس راي برودكشن والتايبس أوف بروديوس إكس راي. يبقى في محاضرتنا النهاردة هنتكلم عن البروبرتيز أوف إكس راي، هنتكلم عن الإكس راي ماشين كومبوننتس اللي هي أهم حاجة فيهم الإكس راي تيوب، الإكس راي تيوب، الأكسسوارز، عندي ثلاث انواع من الاكسسوارز هنعرفهم، الكون والفلتر والكوليميتر. الجزء اللي بيبقى باين عندي الوحيد من التيوب هو الاكس راي كون، وهنعرف ازاي الاكس راي بروديوس وانواع الاشعه اللي بتطلع من الماشين. في كام ديفينيشن كده في الاول عايزين نعرفهم مع بعض. يعني ايه كلمه راديشن؟ راديشن معناها ترانسميشن اوف انرجي through space and matter in the form of waves or stream of particles. يعني انتقال الانرجي في الفراغ في صورة حاجة من الاثنين، يا اما تكون في شكل waves او في شكل particles. دي كلمة radiation. Transmission of energy through space and matter in the form of waves or stream of particles. Dental radiography. It is the art of producing shadow picture or image for intra or extra oral structure. يعني انا بشكل او بكون صوره للستراكشر، سواء الستراكشر ده انترا اورال او اكسترا اورال. بتكون ازاي الصوره دي؟ عن طريق generating and directing the x-ray through the object and receiving the energy او the photons on a sensitized film او sensitized dental film او image receptor. ده ديجرام بيوضح لي انا بستخدم الاكس راي ماشين بتطلع لي اكس راي فوتونز بتعدي من الاوبجكت، وبستقبل الفوتونز دي على ايمج ريسبتورز، وبعد كده الايمج ريسبتور ده باخده وبعمل له حاجه اسمها كيميكال بروسيسنج عشان يكون لي ايمج. ودي فكره الكونفنشنال راديوجرافي. طيب الايمج اللي بتتكون دي بقى اسمها ايه؟ اسمها راديوجراف. يبقى كلمه راديوجراف معناها شادو بيكتشر اور ايمج اوف ان اوبجكت برودوسد اون سنسيتايزد فيلم باي ذا يوز اوف اكس رايز. الاكس راي نوع من انواع البيور انرجي يونت اللي بتتبع الالكتروماجنتيك سبيكترم. هنتكلم دلوقتي عن الالكتروماجنتيك سبيكترم ونعرف ايه انواعه. الاكس راي كاركترايز باي هافينج فيري شورت ويف لينث وهافينج ذا ابيليتي اوف كاستنج اور برودوسينج شادوز او ايمجز اوف ذا بودي تيشوز. وده اللي احنا قلناه في الاول من استخدامها واهميتها، ان الاكس راي مهمة جدا في الدياجنوزس، ان هي بتوريني الستراكشرز اللي انا مقدرش اشوفها بعناية وانا بعمل كلينيكال اكزامينيشن. يعني انا لو عايز اشوف البون او الروس بتاعت السنين مقدرش اشوفها بعناية، فده بصور اكس راي ممكن اشوفها. ليه؟ عشان الاكس راي عندها الابيليتي اوف كاستنج اور برودوس شادوز او ايمج اوف ذا بودي تيشوز. زي ما هنعرف برضو ان الاكس راي بتطلع لي من الانتر اكشن اوف هاي سبيد الكترونز اند اتوميك نيوكلياي ان المانيفاكتشر ديفايس اللي هي الاكس راي تيوب، وده هنعرفه بالتفصيل واحنا بنتكلم عن الاكس راي. طب انا لسه قايل من شويه ان الاكس راي دي نوع من انواع الالكترومغنيتيك راديشن او بتتبع الالكترومغنيتيك سبيكترم. يعني ايه الكترومغنيتيك راديشن؟
electromagnetic radiation, the energy transmission of energy in the form of electric and magnetic field. يعني عندي energy بتتنقل في صورة electric field and magnetic field. Both of them perpendicular on each other and on the path of propagation. يبقى electromagnetic radiation, the propagation of energy in the form of electric and magnetic field, both of them perpendicular on each other and on the path of energy propagation. According to their energy, the electromagnetic spectra or electromagnetic family classified into ionizing and non-ionizing. عندي نوعين من electromagnetic radiation. نوع associated with insufficient energy to cause ionization of atoms, ودي بنسميها non-ionizing radiation. ما بتقدرش تعمل ionization للأتومز اللي بتعدي من خلالها. والنوع الثاني associated with sufficient energy to cause ionization of atoms, عشان كده بنسميها radiation. من ال ionizing radiation of electromagnetic spectrum عندنا ال cosmic rays, وعندنا ال x-ray وال gamma ray وال ultraviolet rays. يبقى ولو لاحظنا ان ثلاثة او الاربع انواع بس ال cosmic rays مش موجودة عندنا هنا, ultraviolet وال x-ray وال gamma rays ليهم short wavelengths وليهم high energy, يعتبروا ionizing radiation. طيب ايه هي non ionizing radiation او non ionizing part of electromagnetic spectrum؟ ال visible light وال infrared وال microwaves وال radio waves وال radar وال TV waves, دي كلها non ionizing radiation. يبقى تاني ال x-ray وال gamma rays دول نوعين من ال electromagnetic radiation, والاثنين يعتبروا ionizing radiation. دخل معانا بقى برضو ال ultraviolet rays. طيب ال visible light وال infrared وال microwave وال radio وال radar وال TV waves, كل دول non ionizing radiation. برضو هنعرف الفرق ما بين ال x-ray وال gamma ray وهنعرفهم بالتفصيل ان شاء الله في السكشن. طيب هندخل دلوقتي على ال properties of x-ray. ال x-ray ليها general properties وليها specific properties. احنا هنركز النهاردة في كلامنا على ال specific properties of x-ray اللي هي properties of special significance in the dental field, الحاجات اللي بتفيدني في ال dental field. اول حاجة عندي ان ال x-ray ليها power of penetration, وقبل كلمة power of penetration بنقول selective power of penetration. كلمة selective دي مهمة وهنعرف. انا يهمني من الاكس راي ان لما اجي اصور اوبجكت ان هي تعدي من الاوبجكت ده وتوصل للايمج ريسبتور عشان تسجل لي صورة. فهي لو ملهاش باور اوف بنتريشن وما عدتش من الاوبجكت ده وحصل لها ابزوربشن كده مش هتفيدني في حاجة. فمهم قوي ان الاكس راي يكون ليها باور اوف بنتريشن وتكون سيلكتيف, يعني ما يحصل لهاش ابسوليوت بنتريشن, يبقى انا كده برضو ما عملتش حاجة. واللي بيدي الاكس راي باور بنتريشن ان هي عندها اكستريملي شورت ويف لينس, الويف لينس بتاعها في الرينج اوف 0.1 تو 1 ارمسترونج يونت. لما الويف عندي بتبقى عندها ديكريز ويف لينس, ده بيزود الفريكونسي وبيزود الانرجي وبيزود البنتريشن باور بتاعتها, وبالتالي بيقلل الباور اوف ابزوربشن ويزن ذا اوبجكت. لو بصيت على الثلاثة ويفز دول عندي ثلاث انواع من الويفز. اللي تحت خالص دي شورت ويف لينس. يعني ايه ويف لينس؟ المسافة ما بين تو سكسيسيف توبس اور بوتومز اوف تو ويفز. لما يبقى الحاجة الويف ليها شورت ويف لينس يبقى الفريكونسي بتاعها كتير والباور اوف بنتريشن والانرجي بتاعتها عالية, تقدر تعمل بنتريشن للأوبجكت. لو طلعت اللي فوق منها الويف لينس بتاعي بدأ يكبر, فالباور اوف بنتريشن بدأت تقل وبدأ يحصل ابزوربشن لجزء من الويفز. الويف اللي فوق خالص دي عندها لو انرجي لان عندها لونج ويف لينس وباور بنتريشن بتاعتها قليله والباور ابزوربشن بتاعتها عاليه. فانا عندي اهم حاجه في الاكس راي يكون عندها شورت ويف لينس, وده قلت مهم ليه؟ عشان يديني باور اوف بنتريشن وبتبقى سيلكتيف باور اوف بنتريشن. انا قلت عايز استفيد منها ان هي تصور لي الاوبجكت وتطلع لي صوره ليه, يبقى لازم يكون ليها افكت اون ذا فوتوغرافيك فيلم ايمالشن. افكت
الاكس راي بتاثر على الايمالشن، والايمالشن ده هناخده بالتفصيل في الايمج ريسبتور، ده جزء من الكومبوننتس بتاعت الفيلم، بيتكون من جزئين مهمين. فالاكس راي بتافكت الكريستالز اللي موجوده فيه، بتعمل فيها فيزيكال تشينج، وبتكون لي وات از كولد ليتنت ايمج. كلمه ليتنت ايمج يعني انفيزبل ايمج، صوره غير مرئيه، بتتحول الى فيزبل ايمج باي كيميكال بروسيسنج. يبقى الاكس راي اللي بتطلع لي من الاكس راي تيوب والاكس راي ماشين بتوصل للكريستالز اللي موجوده على الفيلم، وبتعمل فيها ايونيزيشن، ونعرف الكلام ده بالتفصيل ليتر اون، وبتعمل فيها فيزيكال تشينج، وليتر اون باي كيميكال بروسيسنج بنحول الليتنت ايمج دي الى فيزيبل ايمج. تالت بروبرتيز مهمه عندي ان الاكس راي ليها فلوريسنت افكت، كان كوز سيرتن سبستانس تو فلوريس. فلوريس يعني ايه؟ فلوريس يعني ايمت لايت، ايمت الكترومغنتيك راديشن اوف لونجر ويف لينث ان ذا فيزيبل لايت سبيكتروم. يعني ايه الكلام ده؟ زي ما هناخد البروبرتيز الرابعه بتاعت الاكس راي ان هي ليها بيولوجيك افكت، انا يهمني ان استخدم الاكس راي في التصوير بس مش عايز اكتر منها. ليه؟ لان الاكس راي ليها بيولوجيك افكت، فعلى قد ما اقدر عايز اقلل الدوز اللي العيان يتعرض ليها، ما عرضوش لاشعه كتير عشان برضو انا هستفيد لكن ما اعملش ريسك للعيان، ان هي ليها افكت بيولوجيك هنعرفه دلوقتي. طيب فلما اجي اصور اوبجكت اللي هو انترا اور اوبجكت، سنه مثلا في بق العيان، ممكن بدوز قليله ابين السنه دي، لكن لو اصور ستراكشر كبير زي السكال او اكسترا اور ستراكشر هحتاج ان انا ازود الدوز. فقال لي بدل ما ازود الدوز، لا انا في حاجه بعملها وبرده هناخدها بالتفصيل لما بنتكلم عن الاكسترا اورال ايمجنج، ان انا بصور الستراكشر الاكسترا اور ده بحاجه اسمها فيلم كاسيت. الكاسيت ده بحط حاجه اسمها انتنسفاينج سكرين. الانتنسفاينج سكرين ده فيه فوسفورس كريستال، في فوسفورس لاير، اللاير دي فيها فوسفورس كريستالز. الاكس راي لما بتخبط فيها بتقيمت لايت، بتطلع لايت، اللايت ده بيروح ياثر هو كمان على الفيلم نفس تاثير الاكس راي بالظبط. فبالتالي انا اخدت الافكت على الفيلم من الاكس راي اللي استخدمتها ومن اللايت اللي طالع من السكرين، فقللت الدوز اللي اتعرض ليها العيان. الدياجرام ده هيوضح لي الكلام اللي انا بقوله ده. زي مثلا انا هنا هصور على فيلم على طول، استخدمت حوالي مثلا 10 فوتونز من الاكس راي عشان اخد تاثير على الفيلم ده واكون ايمج ليها اوبتيمم دنسي، صوره واضحه. طيب لما استخدمت سكرين وهصور اكسترا اور ستراكشر، بدل ما استخدم 10 اكس راي فوتونز انا ب 3 فوتونز بس، ده فور اكزامبل 3 فوتونز استخدمتهم خبطوا في السكرين طلعوا لي ممكن يوصل لالوفات من اللايت فوتونز، هيروحوا هم كمان ياثروا لي على الفيلم نفس تاثير الاكس راي بالظبط. بس الميزه هنا ان اللايت فوتونز دول ما لهمش بيولوجيك دامجنج افكت. خلاصه الموضوع، الكلام ده لسه هناخده بالتفصيل، ان انا بستخدم البروبرتيز دي من الاكس راي ان هي ليها فلوريسنت افكت عشان اقلل الدوز اللي اتعرض ليها العيان، ان هي بتسبب الفلوريسنت سابستنس كريستالز الفوسفورس كريستالز اللي موجوده في السكرين دي بتتأثر بالاكس راي فوتوز وبتطلع لايت، اللايت ده بيروح يأثر لي هو كمان على الفيلم وبيكون لي صورة بنفس الدنسيتي تقريبا. البروبرتيز المهمة اللي بعد كده اللي احنا لسه متكلمين عنها ان الاكس راي كوز ايونيزيشن اوف اتومز، وبالتالي بيبقى ليها بيولوجيك دامجنج افكت. عشان كده على قد ما نقدر بنحاول نقلل الدوز اوف اكس راي اللي اتعرض ليها العيان. البيولوجيك دامجنج افكت زي ما هناخد في شابتر بروتكشن بعد كده بيبقى ممكن يبقى دايركت او اندايركت. بمعنى الاكس راي دايركتلي افكت على دي ان اي اوف ذا بودي تيشوز، تعمل فيه ميوتيشن والتريشن، او اندايركت ان هي بتاثر على الووتر كونتنت، وانا عارف ان حوالي 70% تقريبا من البادي تيشوز بتبقى حوالي ووتر، والاكس راي بتحصل تعمل ايونيزيشن ان ليها ايونيزيشن افكت، فبتعمل ايونيزيشن للووتر الى هيدروجين ايون وهيدروكسيل ايون، وبيخشوا في سلسله من التفاعلات بيكونوا فري راديكلز، وهم كمان ممكن ياثروا لي على الدي ان اي او يعملوا دامج للبادي تيشوز. عشان كده بنقول ان الاكس راي ليها بيولوجيك دامجنج افكت، والبيولوجيك دامجنج افكت ده ممكن يبقى دايركت اكشن او دايركت دامج، وممكن يبقى اندايركت اكشن او اندايركت دامج. نلخص مع بعض الاكس راي بروبرتيز اوف سبيسيفيك سيجنيفيكانس او سبيشال سيجنيفيكانس ان ذا
دينتال فيلد اتكلمنا عن اربع حاجات مهمه جدا. ايه هما؟ اول حاجه ان الاكس راي ليها سيلكتيف باور اوف بينتريشن، وده نتيجه ان هي ليها اكستريملي شورت ويف لينث. والباور اوف بينتريشن السيلكتيف دي ما بتعتمدش بس على الانرجي او البيم بتاع الاكس راي، لا ده بتعتمد كمان على الدنسي والسيكنس والاتوميك نمبر للاوبجكت اللي انا بصوره. تاني حاجه ليها بالظبط كده فوتوغرافيك افكت، كان افكت اون ذا فوتوغرافيك فيلم ايمالشن اند كوز فيزيكال تشينج اند فورم وات از كولد ليتنت ايمج او انفيزبل ايمج which is transformed to visible image by chemical processing. تالت حاجه كان كوز سيرتن سبستانس تو فلوريس اند ايمت لايت اوف لونجر ويف لينث، ياثر لي هو كمان على الفيلم وبالتالي بقلل الدوز اللي اتعرض ليها العيان. واخر حاجه ان هي ليها بتعمل ايونيزيشن للاتومز تمام، وكان كوز بيولوجيك دامجنج افكت ايذر دايركت اور ان دايركت. طيب هنبتدي نتكلم دلوقتي عن الاكس راي ماشين. الاكس راي ماشين دي الجهاز اللي بيطلع لي الاكس راي. عندي انواع مختلفه واشكال مختلفه من الاكس راي ماشينز. كلامنا مني هيبقى عن الكونفنشنال انترا اورال اكس راي ماشين. في طبعا حاجات اكسترا اورا وفي حاجات ديجيتال، وطالع دلوقتي ريسن كمان بورتابل اكس راي ماشينز. دي وول ماونتد اكس راي ماشين تمام، ودي سيل بتبقى متثبته في الارض، ودي موبايل اكس راي ماشين بعجل ممكن تتحرك معايا. سواء هي وول ماونتد او سيلد او موبايل او حتى الفاينل برودكت اللي تطلع لي اكس راي، زي ما قلت لازم يكون عندها ايه؟ هاي انرجي اند شورت ويف لينث عشان تفيدني واقدر اصور بيها من غير ما اعمل ابزوربشن وازود البيولوجيك افكت. يبقى انا يهمني ان الاكس راي بتاعتي يبقى ليها هاي انرجي هاي فريكوانسي شورت ويف لينث عشان يبقى عندها هاي باور اوف بينتريشن. طيب سواء هي برضه بورتبل او موبايل او سيلد او وول ماونتد، الكومبوننتس بتاعتها ايه هي؟ اهم كومبوننت عندي هي مين؟ التيوب هيد. والتيوب هيد دي بتتكون من جزئين، اكس راي تيوب اند اكسسوارز. يبقى الاكس راي ماشين تكون نمبر 1 من مين؟ من اكس راي تيوب هيد. يبقى رقم واحد دي اهم جزء في الماشين، هي على بعضها دي كده كلها بنسميها ايه؟ الاكس راي تيوب هيد. والاكس راي تيوب هيد دي بتتكون من جزئين مهمين جدا، ايه هما؟ الاكس راي تيوب والاكسسوارز. الاكس راي تيوب دي موجوده جوه الهيد هنا من جوه، هناخدها دلوقتي بالتفصيل. والاكسسوارز عندي ثلاث انواع زي ما قلت، اللي باين منهم حاجه واحده هي الكون او البوزيشن انديكيتنج ديفايس. تاني حاجه عندي اكستنشن ارم او ادجاستنج ارم. دي ايه فايدتها؟ دي اللي بتساعدني ان انا احرك الماشين بتاعتي اب اند داون او الهيد بتاعتي اب اند داون عشان اصور الارياز المختلفه في الانترا اورال سكشن، سواء اصور ابر جو او لور جو. تالت حاجة الكنترول بانل هو الجزء ده ومعاه التايمر. الكنترول بانل ده اللي عليه البوتونز هو الجزء ده، فيه الاون والاوف سويتش، وفي زراير زي ما هناخدها ونشوفها عندنا ان شاء الله في الراديولوجي يونت. في زراير بتظبط لي انا هصور ادلت ولا هصور تشايلد، هصور ابر ولا هصور لور، ولو هصور ابر هصور على انتيرير ولا بريمولر ولا مولر، هصور بايت وينج. زي ما قلنا هناخد طرق مختلفه للتصوير اكوردنج للاريا اللي انا بصورها. بدوس على الزرار اللي انا هصور الاريا دي، فبيظبط لي التايم اوف اكسبوجر اوتوماتيك على الكنترول بانل. ظبطت كل حاجه، ببتدي اخد التايمر ده وهو ليه اكستنشن كورد كده وممكن يبقى وايرلس كمان، وادوس عليه وانا طبعا مش واقف في الاريا بتاعت الراديشن علشان ابتدي اعمل اكسبوجر. يبقى دي الكومبوننتس بارت اوف اكس راي. تمام، نبتدي نتكلم عن جزء جزء بالتفصيل. اول حاجه عندي هي ايه؟ الاكس راي تيوب هيد. الجزء ده كده كله على بعضه اسمه اكس راي تيوب هيد، وزي ما قلت ده بيتكون من جزئين، اكس راي تيوب اند اكسسوارز. الاكس راي تيوب هيد دي عباره عن تايتلي سيل هيفي ميتال هاوزنج ذات كونتينز ذا تيوب ويتش بروديوس ذا اكس راي. يبقى اهم جزء في المكنه هو ايه يا دكاتره؟ هي التيوب دي، هي دي اللي بتطلع لي الاكس راي. دي على بعضها كده تيوب هيد تايتلي هيلد ميتال هاوسنج
جزء ميتال مقفل لي على مين؟ على الاكس راي تيوب. طيب بما ان ده اهم جزء في الماشين، فلازم بيتكون من ايه؟ يبقى هنعرف الاكس راي تيوب دي عباره عن ايه. دي evacuated or vacuum tube of glass، عباره عن تيوب معموله من الجلاس. و evacuated ليه evacuated ومعموله من الجلاس، وهل اي نوع من الجلاس ولا نوع معين؟ هنعرف الكلام ده دلوقتي. هي اكيد ليها نوع معين من الجلاس، مش اي جلاس وخلاص، وكمان evacuated لغرض معين. هي عباره عن two electrodes او have two electrodes extending in two opposite direction. ايه هما؟ الكاثود والانو. يبقى ليها تو تيرمينالز. ايه هما التو تيرمينالز دول؟ ناحيه نيجاتيف بنسميها الكاثود، وناحيه بوزيتيف بنسميها الانود. يبقى ليها الكاثود والانود تيرمينال، وهي ايفاكي. احنا قلنا عندنا جزء بيتكون من جزئين، ايه هما؟ الفيلمنت والفوكسنج كاب. الفوكسنج كاب معموله من ماده اسمها مولبدنم، والمولبدنم دي عندها ميزه ان هي تبقى كاري نيجاتيف تشارج. طيب هي نيجاتيف، والتنجستن لما هسخنه بيطلع لي الكترونز نيجاتيف، فبيحصل بينهم ايه؟ ريبالشن. والريبالشن ده بيخلي الالكترونز تتحرك من ناحيه الكاثود برضو للانود، بيساعد على حركه الالكترونز من الكاثود لمين؟ للانود. يبقى كده عرفنا الكاثود. الانود بيتكون من برضو حاجتين، اول حاجه تنجستن تارجت، تارجت اوف تنجستن، وكبر ستيم او كبر ارم. ليه اختارنا التنجستن؟ لنفس الاسباب اللي قلناها من شويه، ان هو عنده هاي ميلتنج بوينت، هاي اتوميك نمبر. ولما يبقى هاي اتوميك نمبر هنا مش بس عشان هيديني الكترونز عددها كتير، لا ده البايندنج انرجي كمان بتاعته هتبقى زياده، عنده هاي بايندنج انرجي ولو فيبر بريشر. لو فيبر بريشر عشان يحافظ لي على الفيكيوم انسايد ذا تيوب. احنا قلنا تيوب عايزينها ايفاكويتد، ايفاكويتد او فيكيوم، عشان حاجتين مين فاكرهم؟ ايوه، تو بريفنت ايونايزيشن and burn out of the filament. احنا زي ما شفنا من شويه الفيلمنت اللي بنستخدمه very thin، فمحتاج ان انا احافظ عليه ما يحصلوش burn out او ionization، فمحتاج ان التيوب بتاعتي تبقى vacuum او evacuated مفرغه من الهواء. في نفس الوقت to prevent بالظبط كده ionization of the gas molecules during electron bombardment. ما يحصلش حاجه اسمها ionization collision. لو انا عندي هواء جوه التيوب، الالكترونز اللي طالعه مع الهواء ممكن الكلام ده يبطئ لي من سرعه الالكترونز. لو في هواء جوه التيوب هيبطئ من سرعه الالكترونز اللي هتتحرك من الكاثود للانود، وبالتالي هيأثر لي على الاكس راي اللي طالعه ويديني اكس راي اوف لو انرجي ايفاكويتد. نلخص كلامنا تاني، احنا قلنا ايه من شويه؟ قلنا انا عندي اكس راي ماشين بتتكون من اكس راي تيوب هيد، وبتتكون من اكسسوارز بالاضافه للادجستنج ارم والكنترول بانل. وقلنا تيوب هيد فيها جزئين، اكس راي تيوب بالظبط كده والاكسسوارز. اكس راي تيوب عباره عن ايه؟ عباره عن فاكويتد او فيكيوم تيوب اوف بوروسيليكيت جلاس، ودي ليها تو ارم او تو الكترود اكستندنج ان تو اوبزيت دايركشن. هما مين؟ النيجاتيف تيرمينال كاثود والبوست تيرمينال الانود. والكاثود بيتكون من تنجستن فيلمنت وفوكسنج كاب اوف مولبدنم، والانود بيتكون من تنجستن تارجت وكبر ستيم. التارجت بتاعي اللي هو عند الانود بيبقى بليزد ات انجل تو ذا الكترون بيم. ليه؟ الكلام ده وضح لي جدا تكوين الاكس راي تيوب. زي ما قلت النيجاتيف تيرمينال، ادي الفيلمنت، وادي الفوكسنج كاب. فايدتها ايه الفوكسنج كاب دي؟ لما بسخن الفيلمنت ده ويطلع لي الكترونز بتبتدي تعمل لي فوكسنج للالكترون، بتجمعها لي، وهي مع مولبدنم نيجاتيف والالكترون نيجاتيف، فبتساعد على الالكترونز تتحرك من الكاثود لمين؟ للانود. تمام. طيب وادي البوست في ترمينال الانود، تنجستن تارجت وكبر ستيم.
بلوك اند ارم اوف كفر، والتارجت بليست ات انجل. الانجل دي فضلوا يجربوا كذا انجل لغايه ما وصلوا ان الانجل دي المفروض تبقى من 17 ل 20 انجل مع الالكترون بيم. محدش يقول لي الانجل دي معموله عشان الالكترون تخبط هنا وتطلع لي اكس راي في الدايركشن ده. زي ما انا شايف كده الاكس راي طالعه دايفرجنت ان اول دايركشن. لما بتيجي الكترون من الكاثود تخبط في التارجت او في الفوكال سبوت اوف ذا انود، بتتحول كاينتيك انرجي بتاعتها الى هيت اند اكس راي. الاكس راي قلنا 0.2% تطلع دايفرجنت ان اول دايركشن، لكن كل التيوب دي بتبقى ليدد. ليدد يعني متحوطه بليد، بيحصل بيعمل ابزوربشن لكل البيم اللي طالع ما عدا الانليدد بورشن ده. الفتحه دي الانليدد اللي هي بتسمح فقط بمرور اليوسف والاكس راي بيم. بس الانجل دي مش معموله عشان الاشعه تتوجه بالمنظر ده، لا، الاشعه بتطلع ان اول دايركشن بيحصل لها ابزوربشن، لكن الانليدد بورشن ده بس هو اللي بيسمح بمرور البرايمري اكس راي بيم. طب الانجل دي اتعملت ليه؟ اتعملت لسبب حاجه اسمها لاين فوكس برينسيبل. طيب بمعنى ايه؟ انا قلت الاكس راي بستخدمها دي عشان اصور اوبجكت، انا محتاج اشوف ديتيلز بتاعته، فمحتاج الصوره بتاعته تطلع لي عندها هاي ريزوليوشن. ايمج وذ هاي ريزوليوشن يعني صوره واضحه. عشان اطلع ايمج وذ هاي ريزوليوشن محتاج فوكال سبوت تكون صغيره. فين الفوكال سبوت دي؟ دي الاريا اللي على التارجت، اريا اون ذا تارجت اوف ذا انود، اللي الاكس الالكترونز بتيجي من الكاثود تخبط فيها وتتحول الكاينتيك انرجي بتاعتها الى اكس راي فوتونز وهيت. وهيت والهيت اللي بتطلع بتطلع بنسبه 99.8%، فعندي بالظبط هيت بكميه كبيره، فمحتاج اعمل ديسيبيشن للهيت دي، فمحتاجه لارج فوكال سبوت. طب يا عم انا قلت لي محتاج سمول فوكال سبوت عشان عايز ايمج هاي ريزوليوشن، ومحتاج لارج فوكال سبوت عشان اعمل هيت ديسيبيشن. ازاي الكونفليكت ده هحله؟ قال لك هيتحل بان انا اعمل سلانتنج للتارجت فيس، اعمله زي لما اعمل انجوليشن كده للتارجت بانجل من 17 ل 20 درجه هحصل على دي الفوكال سبوت اللي على التارجت اهي، اللي بتيجي الالكترونز تخبط فيها تتحول الى اكس راي فوتونز وهيت. باي ذيس انجيليشن انا حصلت على سمول ابيرنت او افكتيف فوكال سبوت فور بيتر ايمج ريزوليوشن اند لارج اكتوال فوكال سبوت فور بروبر هيت ديسيبيشن. يبقى باي بليسنج ذا فوكال سبوت ات ان انجل تو ذا الكترون بيم في الرينج من 17 تو 20 ديجري وكان اوبتين سمول ابيرنت source of x-ray اللي هي الافكتيف فوكال سبوت، هو الجزء ده بقى small effective focal spot، لكن actually الفوكال سبوت اهي كل الجزء ده actually هي large for proper heat dissipation. يبقى ده الغرض من موضوع الانجوليشن، ان انا احصل على effective او projected او apparent focal spot with small size and actual focal spot with large size. الـ insulating system of the tube. التيوب هيد قلنا دي ميتال هاوسنج وجواها الاكس راي تيوب اللي هي بوروسيليكيت جلاس. ما بين البوروسيليكيت جلاس ده والميتال هاوسنج في اويل. insulating system of the tube. الجلاس تيوب surrounded by oil. ليه فايدة الاويل؟ to remove the heat، بتساعدني في الهيت ديسيبيشن وبتساعدني زي ما هنعرف برضه بقى شوية في الـ inherent filtration and guard against electric shock and filter the x-ray beam. يبقى الانسوليتنج سيستم اوف ذا تيوب الاويل اللي هو حوالين الجلاس تيوب فايدته ايه؟ ريموف ذا هيت، جارد اجينست الكتريك شوك اند فلتر. ادي الاكس راي تيوب جلاس تيوب الفاكيوم الايفاكيويتد، وادي الجزء ده كله بيبقى فيه اويل وحواليه فيه ليد شيت كلها ليدد except for unleaded aperture عشان يعدي منها البرايمري اكس راي بيم. ده اللي بنسميه البروتكتيف ميتال هاوزنج. ميتال هاوزنج ده معمول من الليد، فايدته ايه؟ absorb ال unwanted اكس rays as a radiation protection measure، لان الاكس راي زي ما قلنا من شويه emitted in all directions
surrounds a glass tube وأويل and transformers وهاز small aperture placed opposite to the target وده اللي بيعديلي ال primary أو ال useful X-ray beam. يبقى ال function of metal housing avoid leakage of radiation as it allows passage only of the primary أو useful X-ray beam from the aperture, support and protect the X-ray tube and oil, and it's a part of heat dissipating chain. يبقى أنا بيطلع لي هيت زي ما قلت بنسبة 99.8. الهيت دي بيحصلها ديسيبيشن ازاي؟ عن طريق تلات حاجات. مين ايه هما التلات حاجات دول؟ أول حاجة في التلات حاجات دول أنا قلت بستخدمها وعندها بالظبط كده الكبر، كبر ستيم. من ضمن المميزات أو البروبتيز بتاعت الكبر يا دكاترة إن هو عنده إيه؟ هاي ثيرمال كوندكتيفيتي، تمام. كبر ستيم ده اللي هو امبيدد فيه التارجت، تنجستن تارجت، بتبتدي تطلع الهيت. أول حاجة بيعمل ديسيبيشن للهيت هو الكبر عشان عنده هاي ثيرمال كوندكتيفيتي. تاني حاجة الأويل اللي سراوند ذا تيوب، وتالت حاجة الليتد ميتال هاوسنج اللي حوالين الأويل والتيوب. يبقى أنا بيحصل لي هيت ديسيبيشن عن طريق تلات حاجات، إيه هما؟ الكبر هيد أو الكبر ستيم، الأويل سراوند ذا تيوب، والليتد ميتال. طيب عايزين بقى نبتدي نقرب شويه شويه من الاكس راي. بتطلع ازاي؟ اكيد الاكس راي ماشين دي ليها باور سبلاي، تمام. باور سبلاي بستخدمه عشان ايه؟ محتاج كارنت عشان اسخن الفيلمنت، ومحتاج بوتنشال ديفرنس ما بين الكاثود والانود عشان اسرع الالكترونز اللي هتطلع لما اسخن الفيلمنت. يبقى الباور سبلاي في اكس راي ماشين ده نيدد تو بروفايد كارنت تو هيت ذا فيلمنت and potential difference to accelerate the electrons from the cathode to the... انا عندي two types of transformers. كلمة transformers يعني ايه دكاترة؟ محول كهرباء. وعندي auto transformer، بس خلينا نفهم الاول step down وال step up. الباور سبلاي لأي فيش عندي يبقى 220 فولت، تمام. طب انا لو استخدمت حطيت الفيشه بتاعت الاكس راي ماشين واستخدمت الباور سبلاي 220 فولت ده على طول وسخنت الفيلمنت اللي هو قلت عباره عن فيري ثين واير اوف تنجستن، السكنس بتاعه ما بيزيدش عن 0.2 ملم، يحصل له ايه؟ ده يسيح ويولع ويتحرق كل حاجه. فانا محتاج اقلل التيار اللي داخل عشان انا محتاج جاست ان انا اسخن الفيلمنت. طب انا هسخن الفيلمنت ليه؟ عشان الفيلمنت ده لما اسخنه هيطلع لي الكترونز عن طريق عمليه اسمها ثيرمو ايونيك ايميشن. من اسمها كده ثيرمو ايونيك ايميشن، يبقى انا بسخن ثيرمو ايونيك اطلع الكترون. طيب يبقى انا بوصل حاجه اسمها ستيب داون ترانسفورمر، من اسمه كده ده ترانسفورمر يعني محول كهرباء. ستيب داون يبقى بيعمل ايه؟ ستيب داون ذا مين فولتج اوف 220 فولت to the low voltage current required to heat the filament، بيوصله ل 3 ل 5 فولت just to heat the filament. الفيلمنت سخنته وطلع لي الكترونز. الفوكسنج كاب تبتدي تعمل لها ايه؟ فوكسنج وتجمعها. طب انا عايز الالكترونز دي تتحرك من الكاثود للانود، هي كده كده هتتحرك لان الكاثود نيجاتيف مولبدنم نيجاتيف والانود بوزيتيف تيرمينال، بس عايز اسرعها اعمل لها اكسلريشن. عشان اعمل اكسلريشن لحركه الالكترونز لازم اعمل بوتنشال ديفرنس ما بين الكاثود والانود. البوتنشال ديفرنس ده عن طريق ايه؟ ان انا ازود الفولت عند الانود لفولت عالي جدا يعمل لي فرق جهد ما بين الكاثود والانود، يخلي الالكترونز كانت ماشيه على مهلها تبتدي تتسرع وتجري تروح مره واحده تخبط في مين؟ في التارجت بتاع الانود. يبقى بستخدم ستيب اب ترانسفورمر، بستخدمه مين ليه؟ عشان step up the main voltage of 220 فولت to the high voltage circuit اللي هو من 60 ل 90 كيلو فولت، يعني 60 90 الف فولت required across the x-ray tube. يبقى لما نسال ونقول الستيب داون ترانسفورمر بنوصله بمين؟ ها حد يقول كاثود ولا بالانود؟ بالكاثود. علشان ايه؟ عشان اقلل الفولت. طب الستيب اب ترانسفورمر بوصله بمين؟
بوصله بالانود عشان ازود الفولتج واعمل بوتنشال ديفرنس ما بين الكاثود والانود required across the X-ray tube. طيب هنتكلم عن الاكسسوارز وبعد كده هنتكلم عن الاكس راي برودكشن عشان نعرف الاكس راي بتطلع ازاي وبتعدي من الاكسسوارز دي ازاي. ايه الاكسسوارز دي؟ احنا قلنا ايه في الاول؟ مش قلنا ان الاكس راي ماشين تكون من اكس راي تيوب هيد وادجاستنج ارمز كنترول بانل وتايمر، وقلنا ان الاكس راي تيوب هيد عباره عن حاجتين، اكس راي تيوب ودي اللي احنا اتكلمنا عنها بالاضافه للاكسسوارز كماليات. الكماليات دول بيبقوا ثلاث حاجات، ايه هما؟ فلتر، كوليميتر، اند بوزيشن انديكيتنج ديفايس، او احيانا بيتقال عليه بيم انديكيتنج ديفايس او كون. يبقى احنا قلنا انهرنت فلتريشن، ثلاث حاجات اللي احنا قلناهم. في بقى حاجه اسمها ادد فلتر اللي هو شيت اوف الومنيوم، ده اللي انا بقى ممكن اشيله او اخليه. طب احنا بنحطه برضه ليه؟ علشان يشيل او ريموف الاكس راي اوف لونجر ويف لينس، اللي هي بالتالي هيبقى عندها ايه؟ باور اوف بنتريشن ايه؟ قليله، وباور اوف ابزوربشن ايه؟ عاليه. بالظبط كده. انا يا دكاتره محتاج ايه؟ محتاج اكس راي بيم عنده هاي باور اوف بنتريشن، عنده شورت ويف لينس، عنده هاي باور بنتريشن يعني عنده انرجي عاليه، عنده فريكوانسي عالي، عنده ابزوربشن باور اوف ابزوربشن قليله. فالفلتر فايدته ايه؟ عشان بنسال في الفانكشن بتاعته، ابزورب اكس راي اللي بنسميها سوفت اكس راي، اللي هي الاكس راي اللي عندها باور اوف بنتريشن قليله، باور اوف ابزوربشن عاليه. طيب وعندي نوعين من الفلتريشن، انهرنت الجلاس وول تيوب هيت سيل والاويل، ودول بيبقوا ايكويفالنت او 0.5 to 1 ايكويفالنت اوف الومنيوم. وعندي ادد ديسك اوف الومنيوم، السيكنس بتاعه برضو بيبقى فاريبل اكوردنج للكي في بي اوف يوزد اكس راي ماشين. طيب هناخد بعد كده في البروتكشن، بس هقولها دلوقتي بسرعه، ان انا التوتال فلتريشن اللي هي ايكوال انهرنت بلس ادد، دي بنسميها توتال فلتريشن، ايكوال انهرنت فلتريشن بلس ادد فلتريشن. ايكويفالنت او ايكوال ايه؟ ايكوال ل 1.5 ل 2.5 الومنيوم ايكويفالنت. بمعنى ايه؟ امتى تبقى 1.5 وامتى تبقى 2.5؟ لو انا هستخدم اكس راي ماشين الكيلو فولت بتاعها اب تو 70 كي في بي يعني 70000 فولت، قال لي ان التوتال فلتريشن بتاعتك ما تزيدش او ما تعديش عن 1.5 توتال فلتريشن. طيب لو الايكويفالنت، لو ايكويفالنت اوف انهرنت فلتريشن 0.5، يبقى انا احط الومنيوم ديسك 1 عشان يبقى التوتال كام؟ 1.5. طيب لو هستخدم ماشين الكيلو فولت بتاعها 90 كيلو فولت، قال لي الايكويفالنت اوف فلتريشن ما يزيدش عن 2.5 مللي توتال فلتريشن. بمعنى ان لو انا عندي انهرنت فلتريشن سي مثلا 1 ايكويفالنت اوف الومنيوم، يبقى احط الومنيوم ديسك 1.5 بحيث يبقى التوتال فلتريشن بتاعتي 2.5 الومنيوم ايكويفالنت. الكلام ده هناخده ليتر اون تاني بالتفصيل بروتكشن، وفي السكاشن هنركز عليه تاني. طيب تاني اكسسوري عندي هو مين؟ الكوليميتر. الكوليميتر ده عباره عن ديفايس يوز تو ريستريكت السايز اوف اكس راي بيم، ريستريكت او ليميت السايز اوف اكس راي بيم. ليه؟ الاكس راي زي ما قلت بتطلع دايفرجن ان اول دايركشن. طيب انا لو هصور مثلا بريابيكال فيلم يبين لي السنان اللور بس او المولر توف اللي تحت، محتاج اعرض وشي عن كله الاشعه؟ اكيد لا. فمحتاج اعمل ريستريكشن للسايز بتاع البيم اللي طالع عشان الاكس راي بتطلع دايفرجن، فبستخدم بحط الكوليميتر ده
علشان absorb ال divergent beam و limit the size and shape ال X-ray beam. فده عبارة عن disk of lead. وليه بختار ال lead؟ لأن ال lead هي المادة الوحيدة اللي عندها القدرة إنها تعمل لي absorption لل X-ray beam. ينفع أعمل كوليمتر من الألومنيوم؟ لا، الألومنيوم بيعدي شوية وبيمتص شوية. يبقى الكوليميتور معمول من مين؟ من الليد، لكن الفلتر كان معمول من ايه؟ من الالومنيوم. الكوليميتور ده ليد ديسك او سلندر ليها سنترال ابيرشر او اوبننج ديزاين تو شيب اند ليميت ذا سايز اوف اكس ري بيم. عندي اشكال مختلفة وانواع مختلفة من الكوليميتور. اول حاجة اسمه دايفرام كوليميتور، عبارة عن فك كوليميتور اسطوانة كده او ديسك من الليد وفي فتحة في النص، ما ينفعش يبقى كله مقفول بقى زي الفلتر، ان لو كله مقفول مش هيعدي اشعة خالص، لكن هو كله ليد وفي فتحة في النص دي اللي بتعدي لي البيم. تاني حاجة تيوبلر، عبارة عن تيوب من الليد وفيها برضو اسطوانة من الليد وبتعدي لي الاكس راي من الفتحة اللي في النص. او ريكتانجولر، على شكل الريكتانجل، ده شكل الفلتر وده الريكتانجولر كوليميتور، وده كبروتكشن وايز هو افضلهم علشان احسن من ديفراجم ومن التيوبلر، ان هو بيعدي لي اكس ري بيم على شكل الفيلم البريابيكال بالظبط. واخر نوع اللي ما بستخدمهوش في المكن الانترا اورال واسمه سليت كوليميتور، ده بستخدمه بس في البانوراميك اكس ري ماشين. يبقى عندي ثلاث انواع من الكوليميتورز، ايه هما؟ ديفراج، تيوبلر، ريكتانجولر، والثلاث انواع دول بستخدمهم مع الانترا اورال اكس ري ماشين. وعندي نوع رابع بستخدمه مع البانوراميك ماشين، هو اسمه ايه؟ سليت. قلنا معمول من ايه يا دكاتره؟ معمول من الليد. طيب تالت اكسسوري البي اي دي او بي اي دي بوزيشن انديكيتنج ديفايس او بيم انديكيتنج ديفايس او كون. الكون ده فايدته ايه؟ ده ايم اند دايركت الاكس راي بيم، ده اللي بيوجه لي الاشعه بتاعتي على الاريا اللي انا محتاج اصورها، وده الجزء الوحيد من الاكسسوارز اللي بيبقى باين من الاكس راي تيوب. كون فايدته ايه؟ فيكس التارجت فيلم ديستنس اند دايركت او ايم ذا اكس راي بيم. الكونز بنقسمها اكوردنج لكذا حاجه. اول حاجه اكوردنج للشيب ثلاث حاجات، ريكتانجولر، بوينتد، اند سيلندريكال. اكتر حاجه كومن بنستخدمها هي السيلندريكال او الاوبن اند كون. البوينتد اند او الكونيكال كون ده ما بنستخدموش خالص دلوقتي عشان ده بيبقى سورس اوف سكاتر راديشن. والريكتانجولار كوليميتور في بعض الماشينز بتبقى سبلايد ويز ريكتانجولار كوليميتور، وده برضو بيبقى ليه ميزه. الريكتانجولار كون وده بيبقى اسوشيتد ويز ريكتانجولار كوليميتور، ميزته ان هو بيديني بيم على شكل الاكس راي فيلم. ده بالنسبه لتقسيمه الكون اكوردنج للشيب. طيب ممكن نقسم الكون اكوردنج لحاجه تانية؟ اكوردنج لللينس. اكوردنج لللينس عندي لونج كون وعندي شورت كون وعندي الترا شورت كون. اللونج كون ده طوله 16 انش بنستخدمه مع نوع من التكنيك اسمه بارلن تكنيك، والشورت كون 8 انش بنستخدمه مع البايسكتنج انجل تكنيك، والالترا شورت كون ده 4 انش ده برضو بيستخدم مع البايسكتنج انجل تكنيك. في كلاسيفيكيشن ثالثه للكون اكوردنج للماتيريال، ممكن يبقى ليدد ممكن يبقى بلاستيك. طبعا البلاستيك بيبقى افضل ان هو بيبقى خفيف على التيوب هيد ما بيبقاش تقيل. الليد كل لو في نوع ليدد كله طبعا ده بيبقى فيري هيفي على الاكس راي تيوب. في انواع بلاستيك بتبقى لايند ويز ليد ودي بتبقى متوسطه، بتديني برضو نوع من انواع الابزوربشن اوف سكاتر راديشن. طيب هنتكلم عن الكنترول بانل، وقلنا ان الكنترول بانل دي المين كومبوننتس بتاعتها الاون اول اوف سويتش والورنينج لايت، الاكسبوجر تايب سيلكتور اللي بختار منه الاريا اللي انا بصورها. زي ما قلت عندي في حاجات للادلت وحاجات للتشايلد، في سيلكتور لكل اريا انا بصورها الابر واللور وانهي سن انا هصورها، وسيلكتور للبيشن سايز فيلم سبيد كيلو فولت والملي امبير ممكن يبقى ادد، وفي ماشينز كتير بتبقى الملي امبير وكيلو فولت بتبقى فيكسد ما بتتغيرش، بالاضافه لورنينج لايت اند اوديبل سيجنالز تو انديكيت وين ذا اكس رايز ار بينج جنريتد. يعني في
كنترول بانل فيها نور بينور طول ما في اكس راي طالعه، في نور بينور وفي صوت بيعرفني ان دلوقتي في اكسبوجر شغال. حاجه التايمر، التايمر ده ديفايس يوزد تو كنترول التايم اوف اكسبوجر، بيتحكم لي في التايم اوف اكسبوجر. ممكن يبقى عندي مانيوال تايمر وممكن يبقى عندي اوتوماتيك تايمر، تفتكروا مين افضل؟ بالظبط كده، الاوتوماتيك تايمر افضل. ليه المانيوال مش كويس؟ مانيوال بمعنى ايه؟ مانيوال يعني انا بدوس على التايمر، على البوتوم بتاع التايمر، طول ما انا دايس عليه في اكسبوجر شغال، ده مانيوال. لكن اوتوماتيك، اوتوماتيك بمعنى ان انا مجرد ما دوست على البوتوم بتاع التايمر المكنه متظبطه على تايم معين بيقف بعد وقت ما يخلص الاكسبوجر حتى لو انا فضلت دايس على التايمر. فالتايم اوتوماتيك تايمر طبعا ده بيبقى افضل، لان هو بيديني فيكس تايم اوف اكسبوجر، حتى لو انا فضلت دايس على زرار التايمر الاكسبوجر بيقف بعد وقت محدد. ايه هما النوعين دول؟ حاجه اسمها بريكنج راديشن او بريمشترالينج راديشن. لو كلمه بريمشترالينج صعبه بالنسبه لكم احفظوا كلمه بريكنج راديشن، هي كلمه المانيش فممكن تكون صعبه لبعض الناس. او كاركترستيك راديشن، بيطلع لي امتى تطلع. البريكنج او بريمشترالينج راديشن بتحصل لما الانكومينج الكترون اللي هو جاي من الكاثود بينتريت الاوتر شيلز of the target atom اللي هي التنجستن target atom of the anode and pass very close or stick the nucleus of the tungsten target atom. لما بيخبط في النيوكليوس كل الكاينتيك انرجي بتاعته بتتحول الى هاي انرجي اكس راي فوتونز. يبقى لو هو خبط في النيوكليوس كل الكاينتيك انرجي بتاعته بتتحول الى هاي انرجي اكس راي فوتونز. طيب لو الانكومينج الكترون ده عدى very close to the nucleus، ما خبطش فيها لكن عدى يا دوب ها كحت فيها كده وهو ماشي، dramatically slowed down and deflected by the nucleus with a large loss of energy which is emitted also in the form of X-ray photon with energy بس أقل شوية من الانرجي اللي هتحصل لو هو خبط فعلا في النيوكليوس. سواء هو خبط في النيوكليوس أو عدى very close للنيوكليوس، النوعين دول او الحاجتين دول او الاحتمالين دول هيطلعوا لي اكس رايز اسمها بريكنج او بريمشترالينج. طيب يبقى هو الانسيدنت الكترونز اللي جايه من الكاثود عشان يخبط في التارجت اتوم بتاعت الانود، تارجت اي اتوم قلنا معموله من نيوكلياس واوتر شيلز اوف الكترونز، تنجستن تارجت فيها الكترونز، لو هو خبط في النيوكلياس او عدى فيري كلوز للنيوكلياس بيطلع لي اكس راي فوتونز من انهي نوع؟ طب لو الانكومينج الكترون كوليز وذ ان انر شيل تنجستن الكترون، خبط في انر شيل الكترون في تنجستن اتوم راح عامل له اكسايتيشن نقله لاوتر شيل، لان هو خبط مثلا في الكترون موجود في كي شيل وراح مطلعه ليه اوتر شيل، هيحصل ايه في الاتوم دي؟ الاتوم دي هتبقى ستيبل؟ لا، هيحصل لها اكسايتيشن. هو الانكومينج الكترون ما عندوش القدره ان هو يعمل كومبليت ايونيزيشن للاتوم، لكن عمل لها حاجه اسمها اكسايتيشن عشان ارجع الاتوم دي للجراوند ستيت تمام وتبقى في الستيبل ستيت. هيحصل جامب لالكترون من شيل اللي شال تو فيل ذا فيكنسي اللي حصل في الكي شيل with loss of energy equal to the difference between the involved shells and emission of X-ray photons. يبقى X-ray photons emitted from the target are characteristic للتنجستن اتوم، عشان كده بنسميها characteristic radiation. يبقى في الدياجرام ده بنقول لو حصل ان الانكومينج الكترون خبط في الكترون موجود في الكي شيل وطرده بره، الاتوم دي مش هتبقى ستيبل، هيحصل فيها ايه؟ فيكنسي او فويد. عشان الاتوم دي ترجع تاني للستيبل ستيت هينزل الكترون من ال شيل يملى الفيكنسي اللي حصل في الكي شيل الكترون تمام، و
فرق الانرجي ما بين التو شيلز دول هيطلع لي في صورة اكس راي فوتونز ايميشن، وبنسميها في الحالة دي كاركترستيك راديشن، عشان دي بتبقى كاركترستيك للتارجت تنجستن تارجت. الدياجرام ده بيوضح لي النوعين من الراديشن، سواء هي ايوه سواء بريمشترالينج او بريكنج راديشن او كاركترستيك راديشن. اخر حاجه هنتكلم عنها هي الانتر اكشن اوف اكس ريز ويز ماتر. لما بتخبط بقى في اي ماتر اوبجكت مثلا، بيحصل احتمال من ثلاثة، يا اما يحصل توتال ابزوربشن ويزن ذا اوبجكت، ودي في حاله الاكس ري فوتونز اللي عندها لو انرجي وهاي ابزوربشن باور، او ترانسميتد ان تشينجد يحصل لها كومبليت بنتريشن توصل للايمج ريسبتور تسجل لي صوره، او سكاترد ويز نو تشينج ان انرجي، او سكاترد ويز سام تشينج ان انرجي، وده اكوردنج للاتوميك نمبر والدنسي والسيكنس لل الاوبجكت اللي الاكس راي خبطت فيه. الكلام ده برضو هناخده بالتفصيل في الشابتر بتاع البروتكشن. كده احنا خلصنا الشابتر بتاع الفيزيكس. برضو الكلام ده هيتقال تاني ان شاء الله في السكاشن وبتفصيل اكتر، وهنتكلم اكتر كمان عن الجزء الاولاني اللي هو types of radiation والinteraction with matter والatomic structure والdiscovery of x-ray بالتفصيل في السكاشن ان شاء الله. اتمنى تكون المحاضره كانت سهله بالنسبه لكم، والجزء اللي ما تفهمش او كان صعب شويه في المحاضره مع الشرح تاني في السكشن ان شاء الله نركز عليه. وبرده لو لسه في مشكله او في اي حاجه صعبه نتواصل مع بعض، واللي مش فاهم اي جزء ان شاء الله نعيده له تاني ونركز عليه عشان نفهمه مع بعض. شكرا يا دكاتره، ونشوفكم ان شاء الله على خير في المحاضره اللي جايه.